عيد هو الأصعب اقتصاديا على معظم العراقيين مقارنة بالسنوات السابقة. الأسواق في بغداد شبه خالية من الزبائن، وأسباب ذلك باتت معلومة، فالأزمة الاقتصادية مستمرة، والتضخم آخذ بالتصاعد، والدينار يتهاوى من جراء الفساد وسوء الإدارة. يحل عيد الفطر هذا العام منقوص الفرحة بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل الذين عجزوا عن توفير متطلبات العيد لعائلاتهم. أنا والله بالنسبة إلي لحد الآن كل شيء لا سويت لهم ولا جبت لهم 420، قلت لك أنا شو أسوي بال 420؟ مين أجيب أنا؟ يعني أنا متقاعد 46 سنة خدمتي آخذ 420؟ يعني اللي بنعطيها اجار اروح اجيب لهم سواق، ما لا جبت لهم سواق ولا اسوق لهم كل شيء. والازمه مال الدولار يوم صاعد يوم نازل، ماكو اي استقرار اقتصادي يعني بالشارع العراقي. يعني وصلت مرحله انه رب الاسره مدى يقدر يوفر الجهاله ملابس العيد اللي هي فرحه الطفل هاي بالعيد، لان يا دوب بده يلحق على العيشه مع الاسف. يعني غلاء الأسعار وضعف الدخل من أصعب التحديات التي تواجه العائلات الذين حرموا من توفير ما يحتاجه أطفالهم في العيد. تروح للسوق، السوق نار، يعني السوق كله صاعد. زين أني بالنسبة لي كاسب، أني يعني ما أقدر أوفر. يعني هسه أنا عندي 6 أطفال، 3 اشتريتهم و3 ما قدرت تشتري لهم، لبسوا مال العام الماضي. ليش؟ لأن ما يعني السوق صاعد وماكو لا مسؤول يحاسب، لاكو حسيب، لاكو رقيب، بس الله سبحانه وتعالى. الأزمة الاقتصادية وغيرها من الأزمات التي عصفت بالعراق بعد عام 2003 يبدو أن لا أفق زمنيا لإنهائها أو التخفيف من وطأتها، حتى مع الوعود الحكومية الكثيرة التي يسمعها المجتمع العراقي في الخطاب السياسي والإعلامي الحكومي يومياً.